وانا بقلب في صندوق الذكريات لقيت التلات رسمات دول. انا كنت راسمهم من فترة ومش فاكر كنت راسمهم ليه بصراحة او بيعبروا عن ايه. هم عبروا عن موزة بس مرة فيها صبار ومرة فيها فلفل، والتالتة زي ما انتوا شايفين كده واضح ان انا في الفترة دي كنت باخد خوازيق كتير قوي. اكتبولي من وجهة نظركم ممكن تكون بتعبر عن ايه.